دراري بلاد راه زينه كتشوفوا فيها كاملين وبيتكم تكونوا معايا رجال شوف هاد البحيره مشيت فابور المقبل عنده الصح اللي تزيد والحرب غتكون ان شاء الله وغير الضاصر ان شاء الله الحرب عمرها كانت حل خصنا نجلسو باش نتفاوض حيت هاد البلاد مقسومة على جوج ديالنا وديالو ماشي انت تجي وتلقى على سايبة فهمتيني شنو بان لي بانت ليا في الحرب كبرنا بالحرب وعايشين بالحرب يومين بديت الحرب غتلعب بالحرب ديالنا شنو هو هذا؟ فردي بقات فيه طلقة واحدة غندورو مزهرية واللي جات فيه غيموت ما جات فيه غيبقى حي شنو هذا؟ قابلش هاد اللعبة نلعبو بالقانون ديالي أنا اسمع لا تنساوش واحد القضيه هاد الدرب راه انا الاول اللي حكمته عاد جيدي انت واتفقنا وخضع عليا بنادم حتى حنا ضيعنا لكم بنادم ولكن اتفقنا هاد اللعبه هادي ما غنلعبوش بها انا اللي غنلعب باللعبه ديالي العيطه قسم شنو هي هادي كنلعبوش هادشي حنايا إذن أنا اللي غلعبنا أوه كان جلس برك هذا هو الحق
ويسكي؟ إذا ما تعاوناش راه مولا تعاوننا، ترك عارف وانا عارف ما عندكش شي حل آخر من غير تثق فيه. أنا غنشرح لك الخطة كيف غتكون. أول حاجة غادي تصادفوا معها هو الجبل الأحمر، هنا فين خاصو يكون واحد من المجموعة ديالك الفوق، غادي نوض وغادي نلم تمويه باللي راه هرب. في حالة تبعو غتكون انت كتسنى فيهم في القمة حتى لهنا مزيان. أنا غايجي الدور ديالي، غنخليكم حتى تقربوا وغنهز كرسي وغنتيري في السما. أنا خاصك تجي تجي الأول باش تبرك هدايا بشوي حس بداك الاستفزاز وبيجي برك هدانا تا هو. بطبيعة الحال ما غيبيش يبان ضعيف قدام القوم ديالو، حيت هادشي غيكون في الصالح ديالنا. بالنسبة للفردي غنكون موجه الطلقة التالتة لي هو جوج خاويين، غادي نقول شكون لي غيبدا الأول. بطبيعة الحال غنبدا أنا، من بعد خاصك تبدا نتا التاني لي غتكون فيه هو. هادشي غيخلينا نربحو الوقت باش المجموعة ديالي تطول من وراهم. شنو بان ليك؟ خلي لي قتلو انا خلي لي لا بعد منه لا 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 بعد لا ما تقتلنيش، عندي لكم شي هضره تبعكم بزاف. الا قتلتيني غضيف شي الحوايج ما غتعرفكمش ديو.